مساء الخير، مساء المحبة مشاهدينا ومتابعي قناة الرشيد الفضائية. لقاءنا يجدد وياكم. عزيرو فلوسه هواية، جائزة قيمة جدا، وأكيد السيارة اللي موجودة ويانا راح تكون هي جائزة الكبرى خلال شهر رمضان المبارك. ما عليكم إلا تتصلون أكثر، تكتبون مسجاتكم وتكتبون اتصالاتكم، ونرحب بالجميع. مساء الخير تيسير. مساء الخير براء، مساء الخير أعزائي المشاهدين. قلب الدنيا قلب، قلت لهم على العالم. مساء الخير، صيام مقبول إن شاء الله، شهر رمضان خير ومحبة وبركة عليكم. شلونه بشدة؟ يجنن. عاش الذوق وعاش الاختيار. من اشتراك يا أم ملاك؟ أم ملاك تحياتي لك حبيبتي، وعاش ذوقك. يجنن يجنن يجنن، حتى لا ما عجب بس يجنن، الذوق كافي. أكيد مشاهدينا مثل ما تعودتوا يوميا عندنا جوائز قيمة مقدمة من شركة العمارة الوكيل الحصري جيبسون بالعراق، وأيضا مجمع عجيب للألبسة. ايضا عندنا الجائزه الكبرى، هي هالسياره اللي تشوفوها واللي موجوده قدامكم. كل ما تكثف اتصالك، كل ما تكثف مسجاتك، كل ما يكون لك نقاط هوايه حتزيد فرص الربح عندك. يعني ما عندك شيء دز مسج، احتمال تكسب السياره، وهوايه مسجات توصل ويقولوا لي شنو الطريقه. الطريقه ما عليك الا تتصل اكثر وتكثف مسجاتك واتصالاتك، و24 ساعة مفتوحة الاتصالات لكم وعالزيرة، ونبلش احنا وياكم ويا الله. يما رينو، يما رينو، ها عجبتك الرينو؟ غير تموت تقولها لأم ملاك تجيبها لك ما دام جايبت لك قميص. لازم بلون القميص. رينو بلون القميص بعد دشبور. اكيد تحياتي لعائلتك تيسير. ايه لا يومية هذا تيسير قافل على رينو. نعم يلا. تقدرون تتصلون بينا، تقدرون تتصلون بينا والأرقام تظهر أسفل الشاشة. وأكيد أكيد أني أتمنى الخير والحظ لكل متابعينا. أحب أوجه تحية كبيرة جدا لكل الناس اللي تتابعنا داخل وخارج العراق، وشكرا على المسجات والصور اللي توصلنا. وعندنا اتصال. الو اسماء، مساء الخير. مساء الورد على عيونك. ماذا اسمعني هسه؟ سمعين اسماء؟ ها اسماء، اسماء سمعين اسماء؟ ها اسماء. الو احكيها بلكي تحكي. اسماء اسماء شلونك؟ اسماء تسمعيني؟ اسماء للاسف الاتصال غير صالح وياش، لكن دخلت ويانا للقرعه. يا ريت يا ريت انه الاتصالات شويه تتحسن، لانه اليوم انا بصراحه ناوي اخذ اكبر عدد ممكن من الاتصالات حتى يكونون موجودين ويانا على الجو مباشر. قرعتنا مستمره مثل ما ملاحظين يوميا، نهايه الحلقه راح تكون القرعه موجوده، والقرعه احنا اللي راح نسويها اني أو زخم تيسير. زخم بالاتصالات، زخم. نعم أكيد طبعاً. الناس اللي دا تكتب والناس اللي دا تقول بدنا نحصل، بصراحة لو بيدي أخلي الكل يشارك ويانا والكل يحصل يا ريت، ويوصل ويانا عجب مباشر، بس شوية كلود بالاتصالات. أنا ما أقدر أحكي بالي يم الرينو. بالك يم الرينو؟ يم الدعامي أبو الرينو. يم الدعامي قبل شوية خذ لي سيلفي يا الدعامي. قبل شوية شنو هاي الأغنية اللي قلتها؟ يا هي حبيتها. وبالضيم يا تنشد علي، بالضيم يا تنشد علي. طبعا رينو، رينو فلونس هي مقدمة من الشركة، أكيد الشركة المتحدة لتجارة السيارات والوكيل الحصري السيارات رينو بالعراق. العنوان بغداد السعدون مقابل فندق فلسطين. تقدرون ان تروحون تشوفون انواع السيارات الموجوده للمره الثانيه او الثالثه داروا على هالموضوع، لانه احنا مفكرين انه اكو سيارات معينه موجوده، لا حتلقون هوايه انواع. وبالعافيه عليكم، وان شاء الله ان شاء الله السحبه حتكون نهايه شهر رمضان مبارك. عندكم وقت كلش كبير تتصلون به. براء شركة العمارة، شركة العمارة اكيد. شركة العمارة قبل شوي قلتها بس اليوم عندنا طباخ. هيك كم عين؟ سبع. طباخ بفرن يكفي قوزي. حلو يلا عندي اتصال. بس حبيت هاي كلا. اكيد اكيد مستمرين وياكم مشاهدينا، ومستمرين بالجوائز الحلوه والقيمه. كل ما تكتبون اتصالاتكم كل ما تزيد فرص ربحكم، مسجاتكم تزيد فرص الربح.
احب انوه على شغله انه طبعا الاداره دا تسمعني صار يومين دالح على هالموضوع. احتمال اكو مبالغ نقديه احتمال ها احتمال شلون ما سوينا العام كل اسبوع نعطي مبالغ نقديه قيمه. اوكي هي هاي من تعبر هالساعه زين احتمال مو اكيد. يلا عمر الو عمر ألو. عمر مثنى مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام. يلا عمر اي عيني شخبارك؟ الحمد لله كل عام وانتم بخير رمضان كريم عليكم ان شاء الله. تسلم على الجميع يا ربي. عمر الجميع ويحفظكم الله. عمر عدي اسئلتي كلش هينه بس بدي ادور لك على سؤال كلش حلو. انا ترى برا كل شيء ما بدي اسمع. ها برا ما تسمع؟ اوكي اسمعنا من التليفون عوف كل شيء يمك. لا صدق يقطع العفو. وهسه الو اسمعك يعني شنو؟ ها عمر الو انت شنو؟ انت منو؟ عمر. انت عراقي؟ ها عمر الو نقول يا الله لو شنو؟ للأسف الاتصال غير موفق. يا ريت انه تأمنون الاتصالات. وهو ايضا عمر من الهند. مثنى عمر مثنى؟ اي من الهند بومبي يعني شلون يا تيسير بس سؤال. كاتب عمر من الهند. كاتب لعمر من الهند. اوكي انا اعتذر. زين وين الدال مال بغداد؟ ها؟ عمر من الهند سمعتوا؟ عمر من الهند؟ أكيد تحياتي كل محافظاتنا العراقية فرداً فرداً وبما فيها الهند. بما فيها الهند؟ ده نقول لك من بغداد. الله أكبر عليك. ما تقول لي من بغداد. قريت. والله بغداد. والله الهند. حطيتي له بحلقة محمد. اليوم شو هاي خلصة؟ وقسيمة شراعية أكيد بالمجمع عجيب المفروض أنت تقولها. وقسيمة شراعية جمهورنا الحبيب جمهورنا الحبيب قسيمة شراعية بسبعين ألف دينار من مجمع عجيب للملابس الرجالية النسائية الأطفال زيونة تقاطع شارع الربعي داخل جراج ليالي إسطنبول. يلا منو؟ أخذ هذا الاتصال مش متفائلة. أياد محمد من الأنبار تفضل. اياد الله يساعدك. اياد اياد الله يساعدك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حياك يا ولدي شلون اخبارك؟ الله يحفظك ويخليك ويسلمك ان شاء الله. حياك الله لديك. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير رمضان كريم علينا وعليكم. طلعت الخطوه بي مو بيكم. اجمعين اجمعين. تسلم يا اياد. وانت بالف خير. الله يخليك. شلونك زين؟ اياد حاد ميدن من الانبار وياك. والنعم والله والنعم منك اياد. اياد ركز وياي راح اسالك سؤال. والله بخير الحمد لله نسال عليكم. الله يخليك ويسلمك. وياي اياد ركز وياي. نعم وياك وياك. في اي محافظه يقع ميناء ام قصر؟ اوه بالسفن. اي سهل اسهل من كذا ما فيش. اه عم اياد. نعم يا ميناء ميناء أم قصر وين يصير؟ بيا محافظة؟ البصرة. هلا البصرة لو ما هلا بعم اياد. مبروك عم اياد فزتوا ياي. البصرة لو ما يتحلو. اي حاسيدك توب. البصرة لو ما يتحلو تاتيتت بهدومي تاتيتت بهدومي. محافظتها. شكرا لك ولاتصالك يا اياد نورتنا. هيا تي شكرا يا اياد. لو ما يجحلو كمل الاغنية بس دقيقة. البصرة لو ما يجحلو والله كمل عدو حرام. يلا نروح فاصل. خلينا نروح فاصل قصير راجع لكم عزيرة.
ابد ما عندهم غايه. لا يا ابو. يلا جمهورنا الحبيب. ما عندكم غايه مو؟ لا ما عندنا غايه. احنا الشباب ونحب البنات وما عندنا غايه. دمتوا دهيه. يلا. والله عمي فقره. يلا نقول فقرة. يلا. لا مو تقولي فقرة، عمي قولي فقرة. محمد مساء الخير. أبو جاسم. ألو. ألو. أبو جاسم من بغداد، محمد. 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 محمد، اسمه محمد وياي وراح يدخل للقرعة. لأنه الاتصال غير صالح. يلا ناخذ اتصال اخر. عباس من الديوانيه، يا هلا ومية هلا، حياكم الله. السلام عليكم. يا هلا ومية هلا. سمعت ثاني واحد. الله اكرم. هسه مو قلتها من البدايه يا عباس. يلا عباس خلينا نروح نقول يا الله. يلا. هل تحتوي الفواكه على ماء؟ اسهل من كده ما فيش. عباس الفواكه بيها مي لو لا؟ قولي الله. يلا 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 يلا. عباس شنو؟ عباس ايه صحيح قال ايه؟ اي توب ابو خضير توب عسيدك. دخلتوا ويانا للقرعه. تحيه خاصه لعباس بالديوانيه. تحياتي لك وكل اهالينا بالديوانيه، نورتونا. سمعوني هاي الاغنيه شوي. أكيد البرنامج برعاية الشركة المتحدة لتجارة السيارات، الوكيل الحصري هنا مو سوري، الوكيل الحصري الشركة ترينو بالعراق. العنوان استعدون مقابل فندق فلسطين. تيسير دا تنطر من العرق. وين وين ليش؟ وين الشركة؟ شركة العمارة. أي تجارة الوكالة جيبسون. ويقول لك اليوم الطباخ أبو سبع عيون. حكم يطل يطلع قوزي. هاي شنو؟ الاخبار زينه. وخسيمه شرائيه ب 70,000 70,000 بالمجمع العجيب للالبسه الرجاليه والنسائيه. يلا والاطفال. وين صايره؟ تقاطع شارع الرباعي. اي جرازيل اسطنبول. يعني عليك. اوكي وما رايحان اللي هسه؟ ها؟ ما رايحان اللي هسه؟ انا رحت. ها؟ اشتريت قمصان. حلو. ام لاك هسه؟ لا لا لا. لو انت احرقك بالجو شلون؟ اكيد تحياتي لعائلتك الكريمه وكل عوائلنا العراقيه الطيبة اللي دا تتابعنا ودا تشوفنا حاليا ودا تشارك ويانا. يلا الو. ايات. الو. الو ايات. ايات. نصيحة جابني. الو. ايات مساء الخير. وياك اسمعك. شو اخبارك ايات؟ وياكم. امورك. الو. اسمعك ايات. مساء النور. ماذا اسمع؟ الحمد لله بخير. ان شاء الله تمام اياد. والله حلو. وياك سؤال ولا تاخذ السؤال من تيسير؟ تيسير اسأله سؤال. يلا. انا اسالك. اياد الله يساعدك. اياد تسمعني؟ اوكي اسال. ها اياد. حبيبي اياد. حبيبي. الله يحفظك ويخليك ورمضان كريم عليك. اياد. وياي اسمعك. يا بعد روحي. اي محافظة تقع بها بحيرة الرزازة؟ هاي بيا محافظة بحيرة الرزازة؟ اياد اسهل من كذا ما فيش. اياد الرمادي. اياد تسمعني؟ وين تصير بحيرة الرزازة؟ ها اياد. اياد بصف كربلاء شكل النجم. بعد النجم. وياك اسمعك. انا اسمعك. انا الرزازة وين صار؟ حلاوة زهينة من النجف. قلت لك خلاص. اوه عاشينا قوي بطل. عاشينك اياد. شكرا لك ولسانك يا اياد، نورتنا دخلت ويانا للقرعه وان شاء الله تكون احد الرابحين ويانا. شكرا لك. يلا عندي الو. مستمر وياكم جمهورنا الحبيب. نعم. ها شنو؟ ما ادري. اوكي يلا عندي اتصال.
يلا محمد. ايه على ساعته. الو الو مساء الخير، شلونك؟ كويسين الحمد لله. شو اخبارك محمد؟ كويسين. يلا محمد مستعد للسؤال؟ ايه. ما لون الصندوق الاسود بالطائرة؟ يلا. ايه. الصندوق الاسود إيه؟ اللي موجود بالطيارة يا لون. ما أنا ما أعرف. والله صحيح. إيه. ها. لون. إيه صحيح. برتقالي لو أصفر. يلا. ها. برتقالي. لا مو الإجابة الثانية أحسن. محمد شوية خففه للبرتقالي خففه. أبيع أبيع. لا. البرتقالي خففه. لا. أصفر أصفر. عافية عليك ودخلت ويانا دخلت ويانا قرعة. حلو حمودي، تحياتي لك ولكل أهالينا بديالة نورتنا، شكرا لك ولاتصالك. يلا شو ما طلعين منه؟ منو؟ انت ما طلعنا من شو؟ مو اكو منا حواجز. يلا ألو، عندي اتصال؟ عندي اتصال ولا لا؟ وائل سالم يلا تفضل خذ اتصال انت تيسير. سمعت اسمك شنو؟ ها؟ وائل الله يسعدك. وائل 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 الو الو شلون وائل؟ الو 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 مساء الخير. الو الو نعم الو السلام عليكم. وعليكم السلام، من وياه؟ مساء النور. من وياه؟ سوري وقعت الورقة. ألو مساء الخير. من وياي؟ مساء الخير. مساء الخير زينب. نسمعك. زينب. أوكي زينب من وين تتصلين بينا؟ ممكن اسمك الثلاثي لو سمحتي؟ أوكي أنا ما ماخذة اسمها الثلاثي اللي لبنية، يعني إنه ما راح تدخل ويانا قرعة. نعم. ووائل ما أعرف الخط غير مؤمن كان وياي. يلا. مشاهدينا كل ما تكتبون اتصالاتكم ومسجاتكم وتتصلون اكثر واكثر وتدزون مسجات اكثر واكثر راح تربحون ويانا هالسياره الحلوه الكتكوته اللي هي مقدمه من الشركه العامه للسيارات رينو فلونس. فلونس مو فلونس؟ نعم. اوكي انا قلت شويه قطع. الوكيل حصل سيارات رينو بالعراق بغداد السعدون مقابل فندق فلسطين. يلا الو الو يا اهلا وسهلا، من وياي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي من وياي؟ كريمه. كريمه الحميار. يا اهلا وسهلا. يلا كريمه قبل لا ينقطع الاتصال. من بغداد. من بغداد. يا اهلا وسهلا بيش نورتينا. حبيبتي. يلا شنو اسم النهرين اللي يلتقون ويشكلون شط العرب؟ نهرين عندنا يلتقون ويشكلون شط العرب، اسهل منهم ماكو. لا تروحي لهناك، تعال. اوكي. هم تروحي هناك. اي هو انا خايفه. ها عيني. اي بعد واحد ثاني. وبعد. دجله اوكي. والثاني الثاني شنو هو؟ دجله اوكي. دجله وفران. عافيه عليك. اصفق لك. دخلت ويانا بالسحبه، شوفي هذا اسمك كريمه. دخلت ويانا بالسحبة، شكرا لك والاتصال. ان شاء الله انطوني اتصال اخر. ناخذ فاصل يقول لي محمد حبوب شنو فيلمك وياي. يلا مشاهدينا نروح فاصل قصير ومن بعدها راجعين على الزيرو مستمر وياكم. من الصعب أن تصدق بوجود كل هذه الميزات في سيارة واحدة. رينو سيمبل الجديدة مستوى أعلى من الميزات.
تضارب ركن اليوم يم السيارة شبيك ريما تواليها اي يلا توفيق توفيق نجم نعم أهلاً شلونك توفيق يا مرحبا بتوفيق شخبارك نعم يلا توفيق نبلش انا وياك تفضل تيسير حتى تدخل اسمه بالقرعه اوكي يلا نبلش بالسؤال تحياتي لك ولكل اهالينا بالديوانيه من هي سيده الشجر دائما نقول هاي سيده الشجر اي اي بالديوانيه كوكوما منها ها هاي كوما وش شنو هاي شنو انت يلا ما يخالف دخلت ويانا قرعه اكيد نسيت الاسم مالي طبعا نسيتني يا توفيق توفيق نجم توفيق شكرا لك ولاتصالك نورتنا سمعونا الاغنيه بلا بايو بلا بايو بلا باي مشيت شبيت من عندي بلا باي وانت الهوى عندي تحوش الماي اريد عليها الاغنيه عندي عفوا اكرم يلا عيد اتصال اكرم مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا رمضان كريم الله اكرم على الجميع شلونهم اهل بابل اهلا وسهلا الحمد لله والله بخير تحياتي لك ولكل اهالينا ببابل نورتونا اهلا وسهلا يلا ماذا يسمى صوت البلابل اسهل من كذا ما فيش والله عيد السؤال ماذا يسمى صوت البلابل ماذا شنو دقيقة نزلت التلفزيون ما سمعني يلا خلينا نصل التلفزيون حتى يسمعنا واضح من التليفون صوت البلابل شنو؟ يلا صوت البلابل شنو؟ صوت البلابل ماذا يسمى يا أكرم؟ شو يصيح ولا صوت البلبل؟ اليوم تغريد موجودة؟ عندنا تغريد عافية عليك عافية عليك إجابتك صحيحة أكرم دخلت ويانا لسه بنتظر نهاية الحلقة إن شاء الله راح تكون أنت أحد الفائزين ويانا شكرا لك ولاتصالك نورتنا وتاخذ الطباخ المقدم من شركة العمارة بعشرة جيمسون نعم. بالوكالة يلا من نعم. كرار يلا يلا وشالة العمارة كرار مجيد كرار مجيد يلا تفضل أخذ الاتصال يلا تيسير شلونك يا كرار كبار حبيبي شلونك؟ شلونك صحيح؟ يا روحي انت شخبارك؟ رمضان كريم الله يحفظك للجميع ان شاء الله تحيات الكادر لقناة الرشيد الله يحفظك تسلم شكرا لك تحياتنا لك كرار الله يحفظك رحم الله وجهكم يا حبيبي كرار ركز وياي كرار حبيبي وياك بس بوع علي زين اين تقع الغدة الدرقية؟ بوع العجل أين تقع؟ كرر لي سؤالك. أين تقع الغدة الدرقية؟ ها؟ بهاي الرقبة. بالبلعوم. هلا البلعوم وين صاير؟ البلعوم بالكتف؟ البلعوم وين؟ ها؟ البلعوم وين يصير؟ صباعي دم والله راح يصير فيها شلل. البلعوم بالرقبة. هلا بالرقبة، هلا هلا بكرار. عافية عليك، عافية عليك. عايش كذا كرار دخلت ويانا القرعة. إن شاء الله الطباخ أبو سبعي ونصل من قسمتك. طينا حيدخل ويانا اسم كرار للقرعة، إن شاء الله تكون أحد الفائزين ويانا نورتنا. ايه. نعم. شوفوا. براء. شوفوا. براء. نعم. كل اللي شاركوا هنا ايش راح يكون حصتهم ايضا؟ راح تكونون موجودين بالقرعه التابعه للسياره، يعني مو بس انت تتصل اتصال واحد حتى تدخل للقرعه، لا، مجرد اتصالك بينا يوميا
وتكثف اتصالاتك ومسجاتك، انت راح تكون داخل ويانا للقرعه. طبعا احتمال تفوز جائزه يوميه وبعدين تفوز جائزه، يعني ياخذ طباخه وسبع عيون وتاخذ رينا وتاخذ ملابس مال رجال ومال اطفال ومال نساء بعد الشتري. اكيد تحياتي لكل قواتنا الامنيه البطله اللي متابعتنا واللي يوميا يتصلون بينا. صباح اسماعيل. الو الو اسماعيل بالصادله بشين. الو شلونك صباح؟ الو تفضلي. شو اخبارك؟ هلا وسهلا مرحبا. يلا صباح، من وين تتصل بينا؟ من بغداد. تحياتي لك ولكل اهالينا ببغداد. نبلش سؤالي، اذكر جسرين على نهر دجلة. من بغداد. من بغداد. اذكر جسرين على نهر دجلة. ها؟ نص التلفزيون حتى تسمعنا واضح. الجسر السند الجمهوري. عاشت ايدك. الجمهورية وقالة وسنك. نعم. اوكي واسمه دخل بالقرعة والشهداء ودخلت ويانا انت بالقرعة. شكرا لك ولاتصالك نورتنا. مشاهدينا مثل ما تعرفون انه مجرد اتصالك ووصولك ويانا على الهواء مباشرة انت راح تكون كسبان. عندنا قرعة يومية وعندنا قرعة شهرية اللي هي جائزة الكبرى عبارة عن سيارة رينو فلوينس مقدمة من الشركة العامة السيارات والوكيل الحصري السيارات رينو في العراق. يلا يلا نروح فاصل. اللي كان بشارع السعدون مقابل فندق فلسطين. يلا شنو شو اس ليش يمشي ليش يمي دخل يمك لو يمي ما دخل يمش. يلا مشاهدينا كثف اتصالاتكم مسجاتكم حتى تكونون انتوا احد الرابحين ويانا. تفضل. يلا الو. الو خلدون مساء الخير. اذا انا انطيك اتصال انت تقعد تكتب لي شنو امتحان يلا على مود شلوني وزاري. يابا خلدون شلونك حبيبي يا رديك. خلدون شلونك خلدون الله يسلمك قلبي. شلونك يا حبيبي رمضان كريم عليك عندكم على الجميع يا ربي. خلدون نورتنا. فدوى اروح لك خلدون شلونك زين. الله يسلمك خلدون. الله يسلمك حبيبي. يلا يلا يلا, يلا خلدون مستعد. اسمع برا خلدون اسمع برا. يلا مستعد للسؤال. يلا هسألك سؤال كل سهل. ما هو الفيتامين الموجود بالجزر؟ أرنب أرنب أرنوبي. والله ما. خلدون. شو الفيتامين اللي موجود بالجزر؟ فيتامين موجود بالجزر؟ أي أي بي سي. فيتامين أي. هلا. عدي عليك هلا. صحيح. هلا هلا بخلدون. عدي عليك صحيح إجابتك صحيحة دخلت ويانا. عاشدك. للقرآن نورتنا يا خلدون شكرا لك ولسؤالك. خلدون. مشاهدينا كل ما تتصلون اكثر كثفون مسجاتكم اكثر واكثر واكثر ومجرد وصولك على الهواء مباشره حتدخل للقرعه. يلا جمهورنا الحبيب الطباخ ينتظركم ابو سبع عيون وايضا ملابس مقدمه من مجمع عجيب. اي حاجه تقاطع زيونا اربع شوارع. اوكي وين زيونا وين اربع شوارع؟ هو زيونا تقاطع باربع شوارع. يلا نروح فاصل. يلا فاصل قصر راجعكم.
شوفوا شوفوا يا حلاكم. قولوا 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 نغني لنا بطولوا. قولوا 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 يا وشاشة شاشة شا ويا حاني بنتي وباشا رجعنا بعد فاصل قصير مستمرين وياكم مشاهدي قناة الرشيد الفضائية وأكيد برنامج عزيرة وعدي اتصال. يلا رحيم. هلا برحيم. عليكم. يا هلا ويا هلا بأهل ديالى نورتوني. رمضان خير عليكم. على الجميع يا رب. وش أخبارك رحيم؟ والله الحمد لله عايز من ديالى من الحلة من الحلة. من الحلة يا أهلا وسهلا بيك أنت وأهالينا بالحلة. يلا يلا رحيم. هلا برحيم. مستعد؟ يلا يلا. من الفنان من الفنان الذي نهى تمثال الحريه ببغداد؟ ها تمثال الحريه. يلا ايه ها اقرب لك اياها. كاظم يصيح ولا ابو جواد؟ حلو مو كاظم يصيح ولا ابو جواد؟ جواد شنو؟ سليم. جواد جواد ايه سين ولام سل ويا سلي سليم ومين سليم جواد سليم وشفتك سليم. شكرا لك اللي تسالك نورتنا ودخل اسمك ويانا لكن اعطيني بس شوي قلم الحله ان شاء الله تكون انت احد الفائزين ان شاء الله الطباخ يصير من نصيبك ويانا. شكرا لك. يلا صلاح تتار يلا خذ الاتصال يلا. ما فقط على الاتصال من قلبة نعيمة يمي. صلاح تتار من بغداد ما دام انقطع الاتصال وياك خلاص انت داخل للقرعة. ومثل ما نقول احنا كل حلقة انه هو ترقب واكو جوائز هواية احتمال مو اليوم باكر احتمال اليوم نهايه الحلقه لانه مثل ما تعرفون كل سنه عندنا مبالغ نقديه مقدمه من قناه الرشيد الفضائيه لكل الناس الطيبه اللي شاهدنا وتحضرنا. يلا نعم نعم نعم, نعم. يلا 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 اكو اتصال. يلا اتصال ايش سمعنا شيء اتصال شوابيش شوابيش مثل سهر ما ماميش شوابيش ويا لالي 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 انتم نجوم بلالي وشوابيش شوابيش شوابيش مثل سهر ما ماميش شوابيش. مثل ما تعرفون انه جائزتنا الكبرى هي عباره عن سياره رينو فلوينس مقدمه من الشركه العامه لتجاره السيارات الوكيل الحصري رينو شركات رينو بالعراق واكيد او سيارات رينو بالعراق. عنوان الشركه هو السعدون مقابل فندق فلسطين. وبعد شنو عندنا؟ ايضا ويانا شركه العماره بالوكاله جيبسون. نعم. ثلاجات طباخات اكبر حجم اليوم طباخ ابو سبع عيون ابو شقد ابو سبع عيون طلبوا بيطلي يطلع كوزي مثل ما قلت انت ما اعرف شلون. وايضا 70 الف جائزه تسوق من مجمع العجيب بزيونه. والله والنعم. يلا ذكرى. يلا ذكرى. الو الو وياكم وياكم. شلونك ذكرى شو اخبارك؟ الحمد لله. ذكرى من وين تتصلين بينا؟ من العمارة من العمارة. شالاو للعمارة اي. ذكرى شوفي اريد تحكي لها وشي شنو فاطرين انتم اليوم؟
الو ذكرى ايش فطرتوا؟ شويه ذكرى ما راح انطي السؤال، انت هيك فزتي ويانا ودخلتي للقرعه، يعني مو فزتي وانما دخلتي للقرعه. زين مشكور ايش انت فاطره اليوم ذكرى؟ للاسف ذكرى ما تسمعني. فطرتي ذكرى ايش فطرتي؟ تحياتي لك، شكرا لك ولاتصالك يا ذكرى، نورتينا. اكيد مشاهدينا اللي يحب يتصل بينا اكثر واكثر 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 يكتب مسجاته ومسجاته يكتب مسجاته ومسجاته شنو؟ عادي 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 بالمعدل شالف واحد هي عادي. يلا عبد الله قطع لي اتصال للاسف. يلا عندي اتصال اخر من كاميرتي. الو اوه راح عبد الله. ايش قد بقى لنا وقت؟ الوقت المتبقي راح يكون اي اتصال حيدخل ويانا قرعه، اي اتصال راح يدخل ويانا قرعه بدون لا سين ولا جيم. عندنا ربع ساعه 13 دقيقه بقت، انت تجيب وخلي اوراقي مالاتك وين مالاتك؟ اكيد هاي اوراقي. سمعنا شريم محمد للعمارة. أدي منو؟ يا أهلا وسهلا بك يا فاضل، شو أخبارك؟ الحمد لله، شو اخباركم؟ نورتنا انت واهالينا بصلاح الدين. فاضل بما انه انت اتصلت بالوقت شقد 13 دقيقه باقي لنا، انت دخلت ويانا قرعه بدون لا سين ولا جيم. تحياتي لك ولكل اهالينا بصلاح الدين. احكي لي قبل لا تسد التليفون دقيقه، من هي مقدر يشوفنا؟ من هي مقدر يشوفنا؟ عرض حالتك من يمي؟ اي انا واهلي. عيني سمعونا صفقه الهوله، اريد حماس، اريد متصلين هيك حماس. ايه يلا شنو ايه؟ الله بالخير. ها؟ اريد جمهور. اريد جمهوري كله حماس وحيويه، اول ما يخابرني هلهل. هلهل. ان شاء الله ان شاء الله. يلا هلهل. هلهل له شويه. الو. هلهل. هسه. شلون هالهوله هاي؟ هلهل انا. شالوا للعماره. هل هل انت عارف انا صليب. شكرا لكم ولاتصالاتكم الحلوه. شكرا جزيلا. اوكي اوكي طيب يلا عندي اتصال. وين نروح فاصل؟ خلينا نروح فاصل قصير على الزيرو، مستمر وياكم. الله اكو ناس تتصل وتريد تفوز وتوصل ويانا للسياره، سياره حقيقيه صدقوني، سياره حقيقيه وحتفوزون بيها مجرد اتصالك.
مجرد وصلت ويانا على الجو مباشر دخلت القرعة. يلا عندي اتصال. اياد حمد منسي من وين؟ اياد الو السلام عليكم. وعليكم السلام. بس دقيقة دقيقة اياد حمد منين؟ من الانبار. اه والنعم اياد الله يساعدك. اياد حمد ونساعدك. طبعا اتصال ثاني من الانبار. نورتني يا اياد. اياد بما انه انت اتصلت بينا شلون اهلنا الانبار؟ والله بخير الحمد لله. يسلمون عليكم كليكم. الله يسلمك ويخليكم. احكي لي الاوضاع الامنيه شلونها بالانبار؟ والله ان شاء الله الاوضاع الامنيه حيل زينه ما في شيء. زينه؟ رجعت الاجواء الرمضانيه مثل قبل لو لا؟ اي نعم اجواء طبيعيه ومستجرات واجواء فتحه والاوضاع حيل زينه. الحمد لله. حلو ان شاء الله. الله يديمها علينا وعليكم، يديمها علينا بالامن والامان والطمانينه على جميع عراقنا الحبيب. نورتنا يا اياد. انت مو فزت ويانا؟ شنو هاي؟ ايش بها هاي الكلمه؟ دخلت بالقرعه. دخلت ويانا القرعه. اتصال ثاني. اتصال ثاني ان شاء الله تفوز. دخلت ويانا للقرعه. شكرا لك ولاتصالك، نورتنا. مشاهدينا مثل ما تعرفون قبل شوي نوهت وقلت انه مجرد اتصالك بينا وصولك على الجو مباشر انت راح تكون موجود داخل قرعه وسحبه السياره. نعم. يعني ما تعتمد بس على اتصالك الاعتيادي، لا، كل ما تكثف اتصالاتك ومسجاتك احتمال تكسب جائزه يوميه وياها سياره بها شيء. يعني احتمال تشيل الطباخ وتربح سياره وتربح الاجور توب مال ملابس. مجموع عجيب. بكاله تامرون امر عمي توب جلوب. بس هذا الجلاس مال مي شنو؟ جمهورنا الحبيب بانتظار اتصالاتكم. يلا. ايه لا 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 بس المي انا مخليته هنا فعفت القلاصه هنا. ليش هيك محمد؟ المشكله عاد يشرب قدامي مي وانا شارب المي كله. ايه لا يا ريت لو تجيبوا لي مي. يلا مشاهدينا اتصلوا بينا اكثر واكثر، كتبوا مسجاتكم واتصالاتكم. ما اقدر احكي يعني شكرا. جمهورنا الحبيب ننتظر اتصالاتكم والجوائز تنتظركم. يلا روح فاصل. طلعوا لنا اغنيه خلي نغير المود. روحي ورحتي. هلا يلا عندنا اخر اتصال ويانا عماد. عماد
أوف لو سمحت بس نسينا صوت التلفزيون إذا ما صير زحمة يعني. غالي عماد. عماد إبراهيم من الفلوجة. والنعم. تحياتي لك ولكل أهالينا بالفلوجة يا عماد. عماد بما أنه أنت آخر اتصال. خلاص خلاص. شطبنا. أنت رح تدخل ويانا. عماد إبراهيم من الفلوجة. بالسيد. دخلت ويانا للقرعة يا عماد. يلا نبلش قرعتنا سمعوني شيء. يلا عماد. خلص وقته ما متصور ما يحب يغلط. هذا الاسم؟ نعم. في ايدي امينة. بسم الله. يلا نشوف من فاز ويانا. اول شيء بالطباخ اياد. حمد منسي من الانبار. من الانبار. اياد بس الزم الورقة هي حتى ياخذوه بالجو. اياد. اياد حمد منسي من الانبار. مبروك يا اياد. مبروك يا عياد. الطباخ سبع عيون تحط بيطلي يطلع قوزي. يلا. نعم تفضل. لا يمش هذا مو ال... يلا صباح اسماعيل. صباح اسماعيل فزت ويانا وقتي مشروع مقدمة من مجمع عجيب تقدر تستلمها وعلى الخير شايف كل الخير ومبروك واكيد اكيد بالعافيه على كل اللي فازوا ويانا بالجوائز اليوميه وانتظرونا اكيد بالجائزه الكبرى سياره رينو اخذوها بالعافيه عليكم ما عليكم الا تتصلون 24 ساعه وتدخلون ويانا السحب انتظرونا باكر اني وزميلي تيسير ثلاجه 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 انا وياك باكر شو عندنا؟ باكر عندنا اعتقد غساله ام 15 كيلو وش عندنا بعد؟ وعندنا جائزه ايضا مبلغ 70 قيمة شرائية 70,000 من مجمع عجيب الملابس. شكرا جزيلا مشاهدينا انتظرونا باكر نفس الوقت الساعة 9 على قناة الرشيد الفضائية اللي تجمعنا على كل محبة. باي باي حمودي يا مشاركة.